السلام عليكم جميعا أينما كنتم. دعت منظمة Human Rights Watch السعودية إلى الكف عما قالت إنها ممارسات توقيف تعسفي وحظر السفر على من يمارسون سلميا حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع. وأورد تقرير صادر عن المنظمة أنه ما زال هناك عدد من المثقفين وراء القضبان بعد عام وأكثر من اتهامات منسوبة إليهم على صلة بممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع، بينما تم استهداف شخصيات جديدة على مدار الأسبوعين الماضيين بالحظر على السفر إلى الخارج. في هذا الإطار سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Human Rights Watch قالت إن السعودية تضاعف جهودها لمعاقبة من يجرؤون على المطالبة بإصلاحات متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشارت المسؤولة بشكل خاص إلى منع الناشطين الحقوقيين البارزين محمد القحطاني ووليد أبو الخير من السفر إلى الخارج. للإشارة فقط، أبو الخير هو مؤسس صفحة مرصد حقوق الإنسان في السعودية على الإنترنت، كان من المقرر أن يسافر إلى الولايات المتحدة في 23 من مارس الجاري للمشاركة في زمالة قادة الديمقراطية، وهي من مشروعات الحوار الدولية الأساسية لوزارة الخارجية الأمريكية. أما القحطاني فهو أستاذ جامعي وهو رئيس ومشارك في تأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية. طبعا تشير التقارير التي أشرنا إليها وتؤكدها Human Rights Watch إلى أنه منذ عام 2011 قامت قوات الأمن السعودية بتوقيف مئات المتظاهرين والمعارضين السلميين، ليضافوا إلى آلاف المعتقلين أصلا الكثير منهم لم يقدم بعد للمحاكمة ولا يعرف سبب اعتقاله ولم تثبت ضده أي تهمة. Human Rights Watch تؤكد في هذا الصدد إلى حصول معاملات سيئة للمعتقلين والموقوفين، بالإضافة إلى الحبس الانفرادي المطول، في العادة يتم هذا أثناء الاستجواب وقبل تصديق المحكمة على أقوال المحتجز. نفتح الليلة الخطوط لأهالي الموقوفين لمن أراد منهم أن يتصل، وأهالي المعتقلين ولعامة السعوديين وأيضا كل من يتصل بنا نرحب به للحديث عن هذا الملف. طبعا أرجو أن من يتصل بنا لديه معلومة، ليس المشاركة فقط للإساءة أو السب صراحة، يعني حتى لأن الوقت ضيق ونريد أن نفيد أصحاب القضية الأساسيين. نرحب كذلك بأي مسؤول سعودي، أكان صغير أم كبير أم أمير أم غفير، أي كان مقرب من دائرة السلطة من دائرة القرار، ليتحدث عن أسباب التوقيف والاعتقال والمنع من السفر. ما هي المبررات من وجهة نظر أصحاب القرار؟ ولماذا يمنع ناشط حقوقي من السفر في دولة تطبق الشريعة الإسلامية كما تقول؟ سؤال بريء. هذا هو موضوعنا، إذن لمن أراد أن يشارك معنا بالرأي والتعليق، ضيف حلقتنا أحد الضحايا في هذا الملف الليلة، وهو السيد وليد أبو الخير، مشرف على مرصد حقوق الإنسان في السعودية من جدة. سيد وليد أبو الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لنا أن نعرف أسباب منعك من السفر؟ وما هي التهمة؟ يعني هل الجهات التي منعتك قالت لك أنت ممنوع من السفر بتهمة كذا؟ بكل صراحة وببساطة شديدة، منعت من السفر لأن بلادي تضيق ذرعا بالحرية والمطالبة بالعدالة وحقوق الإنسان، هكذا بكل بساطة. ما الذي حدث هو كالتالي، بأني يوم الأربعاء الفائت استدعيت من قبل الدفاع العام وطلعت على ورقة عبارة عن برقية سرية عاجلة جدا من رئيس الادعاء العام في المملكة يخبرني بأني ممنوع من السفر لدواعي أمنية فقط. دواعي أمنية، يعني دواعي أمنية حرصا على شخصك أم حرصا على أمن السعودية، أيهما الأدق؟ والله لم أجد أي تفسيرا. طبعا المتحدث باسم وزارة الداخلية ذكر بأني منعت من السفر لأن هناك قضايا رفعت أو أن هناك قضايا سوف ترفع تتعلق بي، لكن ذكر ذلك لوكالة رويترز، لكن لم يذكر التفاصيل المحددة لهذا الموضوع. طيب هل من تعليق لديك على تقرير Human Rights Watch الذي تناولك شخصيا وأيضا القحطاني، ويقول التقرير بأن هناك العديد من الموقوفين، هناك العديد من المعتقلين، هناك معاملة سيئة أثناء التوقيف؟ يعني صورة رسمتها Human Rights Watch الحقيقة صورة سيئة لحقوق الإنسان في المملكة.
وهي جزء من الصورة وليست كل الصورة. ما ذكرته هيومان رايتس واتش هو عبارة عن تقرير عاجل لما يحدث حاليا، وهو ما امتد عبر فترة طويلة من الزمن وتصاعد في الوقت الراهن. ما تقوم به السلطات المحلية في السعودية هو تصاعد لغة القمع ولغة الكبت مقابل التغيير الذي يحدث في الشعوب العربية، ومقابل تصاعد خطاب المطالبة بالإصلاح والحقوق في الداخل السعودي. لا تريد السلطات السعودية أن تتقدم أي خطوة للأمام، وهي تعتقد فعلا بأن أي خطوة للأمام هي بداية لخطوات أخرى لا تريد أن تتقدم إليها، وبالتالي لغة القمع هي السائدة. وأمام هذا التصاعد الواضح والجلي لخطاب الحقوق والإصلاح نجد أيضا تصاعد واضح وجلي لخطاب القمع. نعم، يعني الآن Human Rights Watch تتحدث عن الموقوفين ولم تشر في الحقيقة إلى من هم الآن يقبعون وراء القضبان منذ سنوات طويلة، بعضهم حتى لا يعرف بالضبط عن أي تهمة تتحدث السلطات. أنت كناشط حقوقي ربما تتحدث عن نفسك أيضا لأنك الآن جزء من هؤلاء الضحايا، ولكن ما حال الآخرين؟ يعني هل هناك أمل في انفراجة قريبة أم أن الأمر يزداد سوءا الآن؟ والله يا أستاذ صالح، قبل 4 أيام بالضبط اتصلت بي ابنة سعودية من أسرة معروفة، وهي ابنة المعتقل عبد الله اليوبي. هذا الرجل الذي اعتقل لمدة 9 سنوات دون محاكمة وفي ظروف صحية صعبة جدا، وهو لا يعرف هل سيبقى 9 سنوات أخرى أم سوف يفرج عنه. وتتصل به ابنته وتخبرني بأن والدها دخل في إضراب، فقط الإضراب لأنه يريد أن يعرف ما نهاية هذا الاعتقال، هل سوف يحال لمحاكمة أم سيفرج عنه. هذا المطلب البسيط، هو لا يقول أنني بريء ولا يقول أنا أطالب بالإفراج عني فورا، هو يقول أريد أن أعرف ما نهايتي. 9 سنوات وهو في معتقل. تقول لي ابنتي، هي ابنته لم تره، يعني ولدت وكبرت في السن وكل تعرفه عن والدها أنه في السجن، وهي تقول حتى نحن لا نريد أن نعرف مثلا هل هو بريء، أو نريد أن نعرف ما هي نهاية القصة. فدخل في إضراب عن الطعام، ودخل في إضراب عن الزيارات وعن الاتصالات، كل الذي يطلبه هو معرفة نهاية هذه القصة المؤلمة. وهذا مثال واحد، مثال واحد حدث قبل 4 أيام فقط، والأمثلة كثيرة على معتقلين بقوا في السجون لسنوات طويلة دون محاكمة، وكل ما يطلبون هو فقط معرفة نهاية هذه القصة المؤلمة. طيب سيد وليد بالخير، في الحقيقة أنا أريد أن أسألك ربما لأول مرة عن نقطة في غاية الأهمية. هناك نشطاء يستعدون لتقديم طلب لمقابلة ملك البلاد في مايو المقبل، قالوا لإقامة الحجة عليه في موضوع المعتقلين، وقالوا أيضا لكسر هذه الحجة التي تتردد كثيرا بأن الملك لا تصله أخبار الرعية، وبالتالي نريد أن نواجهه بما يجري لنا لإقامة الحجة عليه. أنت برأيك فعلا هذه الظروف التي تتحدث عنها المأساوية والصورة السوداوية التي رسمتها Human Rights Watch لا تصل للملك فعلا، أم أنه هو لديه علم وراضي على هذا الأمر؟ هو الحقيقة أن خادم يعني الملك أصدر أوامر قبل فترة بسيطة، واطلعنا عليها بإفراج عن عدد كبير من المعتقلين وانتهاء هذا الملف. لكن تعلم هنا أن نحن في السعودية تتنازع الواقع، هذا تتنازعه عدة قوى وليست قوى واحدة، ولذلك نحن نعتقد فعلا بأن الملك في كثير من الأحيان عندما تصل الأمور إليه يعني تحلحل نوعا ما وتنحل، لكن لا يعني هذا بالفعل بأنه يعني أنه لا يدري عن كل ما يجري. لا، هو بالتأكيد يدري عن كثير من الأمور وهو مطلع عليها، لكن بعض هذه الأمور قد لا تصله بتفاصيلها المؤلمة جدا، وبعضها بالفعل يعني قد تصل كما هي حقيقة وبتفسيرات معينة غير ما هي على أرض الواقع. وبالتالي ما يفعله ناشطون الحقوقيون والإصلاحيون من مخاطبة الملك ومحاولة إيصال أصواتهم عن طريق الإعلام هو لأن الأبواب قد أقفلت في وجوههم. وأكون صريح معك أن هناك ناشطون وإصلاحيون طلب منهم بألا يكتبوا للملك، حتى مجرد عرائض أن تكتب للملك وأن يخاطب الملك بما هو واقع على 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 أرض الحال وما هو حاصل في السعودية. فقط هذا المطلب أصبح محالا الآن، وتوقع تعهد على أن لا تكتب عريضة أو خطابة للملك بشأن ما يجري على أرض الواقع. نعم، أنا أذكر هنا بأنه لمن لا يعرف طبعا Human Rights Watch هي منظمة أمريكية في الأساس ولكنها غير حكومية. طيب
المنظمات غير الحكومية تبدو أنها تنصفكم وتتحدث عن معاناتكم. الجهات الرسمية في أمريكا، وأنت كنت تستعد للسفر لأمريكا للمشاركة في مؤتمر هناك أو ندوة، ماذا كنت تريد أن تقول للأمريكيين، ولماذا الأمريكيون الرسميون لا يتحدثون عن أوضاعكم الحقوقية في المملكة برأيك؟ يعني أولا هذا هو المؤلم، والله مؤلم لكل شخص سعودي وكل شخص يشعر بوطنيته، أنه ينتهك حقه الأساسي، الحق الأساسي المكفول لكل إنسان على وجه الأرض، ثم يجد أن منظمة حقوقية ليست لها علاقة بأي بالوطن وليست لها حتى تنتمي له، وتدافع عنه بشراسة وتطالب من العاهل السعودي والسلطات المحلية إنصافه ورد حقه له، والمجتمع ينظر ويراقب ويتمنى من المنظمات الحقوقية أن تتفاعل. هذا واقع مؤلم، أن الوطن ينتهك حقك، وأن من هو بعيد عنك هو الذي ينادي بحقك وينادي برفع الظلم عنك. هذا أولا. الأمر الثاني، أنا كنت يعني مدعو بشكل رسمي من قبل وزارة الخارجية لبرنامج قادرة الديمقراطية، وهذا البرنامج أشارك فيه كأول سعودي، ويبدو بالفعل أن السلطات المحلية لديها تخوف من كلمة الديمقراطية. أنا منعت قبل الذهاب لهذا البرنامج بيومين فقط، ويعني علمت وزارة الخارجية الأمريكية بهذا الأمر، ولا أعرف حقيقة ما الذي سوف يحدث، ولم أطلع على أي شيء، لكن الذي حدث أنه يعني أنهم نشروا بأنهم على علم بما حدث، وأنهم يعني مطلعون على الواقع. نعم، السيد وليد أبو الخير المشرف على مرصد حقوق الإنسان في السعودية من جدة، شكرا جزيلا لك، وفرج الله كربك على كل حال وكرب الآخرين. الحرية جميلة، أن أسافر أخرج من بلادي وأعود إليها بحرية، هذا شيء جميل جدا، عندما تمنع منه تحس بمدى قيمة أن تكون حر طليق. وأهل غزة ربما أدرى من وليد أبو الخير بهذه النعمة التي يفتقدها الكثيرون. وليد أبو الخير طبعا بلاده غير محاصرة، ولكنه منع من هذا الحق، وكذلك آخرون من بينهم القحطاني وآخرون مغيبون في السجون. على كل حال نفتح هذا الملف بكل أريحية ليتحدث أهالي هؤلاء عن هذه المحنة، ونرحب أيضا كما قلت بالمقربين من السلطة، أو إذا كان هناك وزير أمير نرحب به ليتحدث لنا أسباب منع وليد أبو الخير على سبيل المثال من السفر. والمعتقلون لمن لم يحاكم منهم حاكمه يا سيدي، إذا كان تابع للقاعدة أهلا وسهلا، أقم عليه الحجة ولك الحق، ولكن حاكمه، ومحاكمة عادلة وفق الشريعة الإسلامية التي تقول الدولة بأنها تطبقها، أهلا وسهلا. طيب نبدأ في استقبال المشاركات. أحمد من السعودية، مساء الخير. ألو، مساء الخير. أهلا بك يا سي أحمد. كيف حالك يا صالح؟ شكرا لك. أنا عندي موضوع ولا أقدر أتكلم يعني إلا بموضوعي الخاص، أخاف أني أنسجن ثاني مرة. الله يسترك. آمين أجمعين. فأنا عندي موضوع بس حبيت أقول لوزارة الداخلية السعودية، وقعوا لي على شيك تعويض عن سجني مدة سنتين بمبلغ 200 وشوية ألف ريال سعودي، ولا استلمت إلا 100 ألف. يعني أسأل وين المبلغ؟ أنا وقعت على 270 ألف ريال تعويض. تعويض بسبب ماذا؟ سجني سنتين. يعني أنت سجنت واتضح بأنك مظلوم فعوضوك بمقدار معين. أيوه، عوضوني بمقدار معين، ولم تحصل إلا على نصفه أو أقل. أيوة، وقعت على 100 ألف فقط. وقعت على 270 ألف، استلمت 270، ولكن ما استلمت فعليا إلا 100 ألف. إلا 100 ألف. طيب على كل حال هذا خارج إطار حلقة الليلة، ولكن أيضا يدرج في إطار المظالم. ما قصرت يا أستاذ صالح. شكرا لك. أحمد من السعودية، معنا متصل آخر. أبو عبد العزيز من السعودية، مساء الخير. للأسف أبو عبد العزيز حاول الاتصال مرة ثانية لانقطع الاتصال من عندك. طيب تركي من السعودية. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أول شيء هذول يستحقون التوقيف لأنهم يحرضون ضد الدولة ويشوهون سمعة السعودية عالميا. أما الناشطون من نصبهم وكلاء للشعب السعودي يتحدثون عنه، من فوضهم، من أعطاهم وكالة؟ الناشطين الحقوقيين يمثلون أنفسهم ولا يمثلون الشعب. أما هيومن ريتش ويتش هذه اللي بدي اسمها هذه
هذه وسيلة ابتزاز الغربية ضد السعودية، لأنها تبغى أشياء معينة من السعودية. مثلا أنا أعطيك مثلا قيادة المرأة للسيارة، الاختلاط، السفر المرأة من غير محرم، وهذا الكلام. أما هذين صدقني الشعب السعودي والله لا يفكر لا بمنظمات حقوقية ولا تفكر بشيء، واثق بحكومة الرشيدة. يا صالح المرة الرابعة أقول لك خلك حقاني، لا تسمع كلامهم، هذين محرضين، هذين يسوون زعزع زعزع الثقة بين الدولة والشعب. طيب طيب تركي هذا كلامك جميل وأنا أرحب بدفاعك، ولكن أنت هل أنت مواطن رشيد إذا رأيت اعوجاجا تقول بأن هناك اعوجاج، أم تغمض عينيك دائما وتقول أن الأمور بخير 100%؟ هذا هو طبيعة المسلم، المسلم كيس فطن، إذا شاف يعني الصحابة قالوا يعني إذا رأيتم فينا اعوجاجا فقاومونا بسيوفكم. أنت الآن ترى أن الأمور ما فيها شائبة في السعودية أبدا؟ لا اسمع يا صالح. نعم ألو اسمع، في عندنا زي ما كلمتك أول عندنا سلبيات وعندنا إيجابيات، لكن الإيجابيات في السعودية كثير. لكن طيب حدثني عن السلبيات لو سمحت. في مثلا اقول لك عندنا في بعض السجناء يستحقون الافراج، اما اكتريتهم ما يستحقون الافراج. مثلا زي طيب اللي يستحقوا، اسمح لي خليني معك، اللي يستحقوا الافراج لماذا لا يفرج عليهم فورا او عنهم فورا؟ والله شوف انا من منبرك هذا ناشد خادم الحرمين الملك عبد الله الله يجزيه خير انه يطلق سراحهم المظلومين بعضهم. اعطيني بعض الاسماء من هؤلاء. ربي يفرج كربتهم يا تركي. أعطيني بعض الأسماء هؤلاء الذين تطالب بالإطلاق إفراج عنهم فورا. والله في بعضهم يستحقون الإفراج، ما عندي اسم الآن، لكن مثلا زي عندك وليد أبو الخير هذا يستحق الإعدام. على كل حال وليد أبو الشر، مو وليد أبو الخير، هذا وليد أبو الشر. شكرا لك تركي، يعني الحمد لله لما كنتش أنت الملك أو المسؤول، وإلا ربما كنت أشرس من السلطة الحالية، يعني السلطة الحالية منعته من السفر، أنت ستمنعه من الحياة يا رجل. شكرا لك على كل حال تركي، يعني أنا أعرف أنه سماحة الإسلام أرحم من تركي وأرحم منا جميعا. يا أخي مش هيك، ليس هذا هو الإسلام الذي نعرفه وندين به وأخذناه من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار. يا رجل الإسلام يعلمك أنك تتحدث وتواجه الصحابة وتقولهم هذا خير وهذا شر، مش تسكت وإذا واحد فتح فمه بتقول له بقطع لك رقبتك. لا يا رجل. أميرة من مصر. أميرة عليكم أخي صالح. يا هلا بيك. الله يخليك سيدي. لا يمكن أن يكون هناك حق ولا اعتبار ولا كرامة ولا حرية ولا أن يتنفس الهواء الطلق النقي لإخواننا في أرض الحجاز وأرض نجد إلا بزوال هذه الأسرة التي تحكم بالحديد والنار. وأي شخص يتكلم بك بحديث غير هذا فهو إما عميل وإما منافق وإما جاهل، لا يوجد غير هؤلاء. من يتحدث عن حرية أو حقوق إنسان فهو واهم. هؤلاء الظلمة الحكام يحكمون والمعتقلات والسجون مليانة، يعذبون ويسجنون بدون محاكمة ويطردون ولا أحد يعرف عنهم شيء، إضافة إلى أنهم استعبدوا الناس على الأرض. الصناديق السيادية تذهب إلى أوباما وما أدراك من هو، وهم يستعبدون العالم بأموالهم، وهي خطر على أبنائها وخطر على الشعوب العربية. شكرا لك يا أميرة. أشكرك أميرة. أنا أرحب دائما من يعطيني بدليل، لا تلقي التهم جزافا، وأيضا من يتصل بنا يوميا أنا لن أعطيه فرصة قبل غيره. أرحب بمن يتصل بنا للمرة الأولى حتى لا يغضب منا من يتصل البارحة ثم يأتي اليوم ويقول والله أنا تأخرت على الهاتف، تكون الأمور واضحة. فيصل من السعودية. فيصل طيب نرجو من فيصل يعيد الاتصال. عبد الله من الإمارات. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي. هلا بيك. أشكرك على طرحك الجريء وعلى طرح هذه الموضوعات اللي تتعلق بالخليج وما يهم أهل الخليج. في الحقيقة أنا بعطي مثال على موضوع المنع من السفر واللي يمارسه جهاز أمن الإمارات من فترة طويلة. يعني المنع من السفر موجود عندكم أيضا في الإمارات بدل السفر؟ نعم موجود إلى فترة قريبة. أنا أتكلم عن تاريخ 27/12/2010 من سنة تقريبا. نعم كنا عادين رحلة
تربوية طلابية، مجموعة من الطلاب طبعا هم يحاربون بعض الأنواع من الأنشطة لسبب أو لآخر، ما أعرف شو هدفهم. طبعا رحلة مرخصة، مركز مرخص، والطلاب بموافقة أولياء أمورهم طالعين، والرحلة معدة ومعلن عنها وما فيها أي مشكلة. تفاجأنا في المطار عند بعد ما أخذنا البوردينج باس في مطار، حدد لي أي مطار لو سمحت. في مطار دبي، في مطار دبي كنا حاجزين على طيران الإمارات، أخذنا البوردينج باس وواقفين على خط التأشيرة الختم، ختم دخول ختم المغادرة الطيارة. أين المغادرة؟ فنتفاجأ أن المشرفين الخمسة اللي كانوا في الرحلة لو سمحتوا تفضلوا لمكتب الأمن. خير يا جماعة؟ قالوا والله ممنوعين من السفر مؤقتا. كيف ممنوعين من السفر؟ الشخص الضابط اللي كان موجود كان متفاجئ، يعني يطالعني ومتفاجئ من الكلام اللي مكتوب عنده في السيستم. حتى قلت له خير أخوي، شو الموضوع؟ قل لي بس ممكن. والله يا أخي أنا أحاول أفهم يعني شو الموضوع. قال والله مكتوب في حالة اعتراض، يعني هو المسكين أيضا دايخ في الأمر. يعني هو يضحك ويقول لي والله يا أخي ما أعرف شو أقول لك، مكتوب ملاحظة غريبة. قلت له شو مكتوب؟ قال لي مكتوب في حالة اعتراض الطالب يرجى طلب موافقة ولي الأمر. أي طالب؟ أقل واحد فينا 30 سنة عمره، مشرفين وناس كبار مختصين في التربية، اللي ماجستير وبكالوريوس، ويقول لي طالب. عموما نعم. تم المنع من السفر، تعرقلت الرحلة، ورجعنا عملنا برنامج بديل داخلي. الله يعينكم. يعني مثل هذه الممارسات ما أعرف شو يبغون منها. يا أخي عندما علمت بالرحلة تعال وطلب حضورنا واسألنا شو الهدف من الرحلة. الأهداف واضحة والبرنامج واضح. كلام جميل. لكل أولياء الأمور. كلام جميل. طبعا رفعنا قضية والقضية ماشية، وإن شاء الله نكسبها بعدالة القانون. ما تزال القضية مرفوعة إلى حد الساعة؟ مرفوعة نعم، ولا يوجد أي رد حتى الآن. الله ثلاث أكبر. ثلاث مرات طلب رد من الجهات المعنية، ثلاث مرات أجلت الجلسة ولا يوجد رد. شكرا لك عبد الله من الإمارات، يعني لأهمية القصة ربما أطلنا قليلا اعذرونا، ولكن أرجو من الجميع الإيجاز. هذا مثال ربما في دولة خليجية أخرى، ولكن موضوعنا الليلة السعودية. خالد من السعودية. السلام عليكم. وعليك السلام يا خالد. كيف حالك؟ هلا بيك. تحية عطرة من شعب الحرمين. شكرا لك. بس أنا صالح لي أكثر من ربع ساعة وأنا جالس أنتظر. أعذرنا أطلنا قليلا مع عبد الله. بس أنا في أول شيء لأخ تركي أقول لا تناقض نفسك بنفسك يا أخ تركي، وتقول الحقوقيين ما يمثلون إلا نفسهم، فأنت أتمنى أنك ما تمثل إلا نفسك ولا تتكلم باسم الشعب. أنا الرسالة الثانية أنا أوجهها للحكام، متى استعبدتم الناس وولدتهم ماتوا محرارة؟ الدين الإسلامي جاء لكي يحرر عبادة البشر للبشر وتصير التوحيد لله سبحانه وتعالى بكل مسائل حياتنا. هذه النقطة أساسية، إذا لأنهم يقولون القرآن والسنة هم الدستور. هذه بس أحب أني أناقض حجة بحجة يا أخ صالح. نعم. رسالة إلى الشعب، الشعب الأخ وليد أبو خير قال أنه بنت أحد الموقوفين له 9 سنوات البنت تقول أضرب عن الأكل. هم لما قال كلمة الحق أمام السلطان جائر أو سجنه 9 سنوات، الآن لما أضرب عن الأكل فهذا احتجاج على الشعب لأنهم ظلموه لما انتصر لهم وقال كلمة حق أمام السلطان جائر. هذا ما عندي أخ صالح، وأشكرك. أشكرك خالد من السعودية. أبو سلطان من السعودية أيضا. أبو سلطان مرحبا. السلام عليكم. هلا بيك. وعليك السلام ورحمة الله. أنا أعتقد في خطأ جسيم تقع فيه الحكومة السعودية، أنه ما في هناك قوانين أو أنظمة من الممكن أنهم يتسببون فيها في حالة اعتقال زي الموجودين الآن 30,000 أو 20,000 حسب الإحصائيات. فأعتقد هذا خطأ. زمان الناس تحكي وتتكلم وتقول، أما أنه يكون في قانون يجرم هالأشخاص، أو أنه
لا تقع في حرج أكبر. جميل. وأنت في كل حالتين ممكن تكون في حرج بوجود قانون أو بعدم وجود قانون. طيب أبو سلطان، يعني هذا الاتزان لديك جميل، أنت برأيك يعني تقف بين البينين، بين هذا وذاك، إذا كان هذا المعتقل يقول أن أنا بريء والسلطة لا تعطي إثبات واضح وكافي لاعتقاله، ما هو الفيصل؟ لماذا لا يأتي الطرفان إلى اتفاق أنه اطلق سراحي يا أخي حتى تثبت إدانتي؟ يعني البين على من ادعى، إذا كانت السلطة هي المدعية بإدانة هذا عليها أن تثبت، لا ليس لديها إثبات، اطلق سراحه مباشرة. هذا هنا الإشكال اللي قلت في البداية، أنه لا يوجد في قانون ينص على، يعني أنا محامي، لا يوجد في قانون ينص على أنه لا يحق لك أنك تعتقل شخص بدون سبب. في عندنا يعني قوانين وأنظمة محددة في مرحلة في مسائل التوقيف الإجباري وإلى آخره، لكن لو كان هنا في قوانين ترفع عنهم الحرج أو عنهم الحكي، يعني الحقيقة اللي كل الناس متضايقة. طيب ما دمت محامي أبو سلطان، لأنه هناك قصة أيضا مختلفة تماما لعمل المحامي في السعودية، هل بإمكانك أنت وكل المحامين النزهاء مثلك أن يقفوا للدفاع عن هؤلاء المعتقلين والموقوفين، أم أن هناك شروط وحدود وضوابط مشددة؟ لا حقيقة أنا يعني حتى أكون صادق معك، أنا ماني محامي يعني حقوق إنسان أو human rights. أنا completely يعني different. يعني أمشي في خط المدني أو التجاري. ولكن حسب ما أفهم من بعض الزملاء إنه ما في إشكال، هي فقط مبنية على وكالة شرعية وتتجه إلى يعني للدفاع عن هؤلاء. نعم، إذا كان هو موافق هو المتعي. لكن الإشكال الذي دائما نقول والكل يقول أنه أصدروا قوانين واضحة وصريحة تحدد ما لكم وما عليكم، ترفع عنكم الحرج وترفع عنكم الضغوط وتعطي الناس حقوقها عفوا تعطي الناس حقوقها ولا يكون في مجال لأي من الآخر باتهام الثاني. جميل. أبو سلطان من السعودية أشكرك. علي من السعودية مساء الخير. علي؟ طيب يوسف من السعودية. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حالك يا صالح؟ يا هلا بيك. تأخرنا اليوم في الانتظار. تفضل سيدي تفضل. ما أدري ليش هذه الحملة على الحكومة السعودية، حكومة ما قصرت معانا صراحة، يعني ما أدري ليش الأسباب، يعني اعتقالهم اعتقال أكيد ما في دخان بدون نار. طيب يوسف لو تخفض بس التلفاز لديك، أنا أريد أن أسألك، لدينا نشطاء هنا القحطاني وأبو الخير ممنوعان من السفر، دعنا الآن من المعتقلين والمساجين الذين يطالبون بمحاكمات عادلة والبعضهم يقول بأنه لم يحاكم بعد، شخص يمنع من السفر لماذا؟ بأي علة؟ أكيد هناك أمور أمنية يعني. طيب الأمور الأمنية هذه، الأمور الأمنية يا حبيبي ما تمنع حدا من السفر، عندك علي تهمة اعتقلني واعطيني تهمة، سنة سجن، سنتين، عشرة، ولكن تمنعني من السفر فقط. عليهم تهم تأجيج على المواطنين وخارجين بكفالة، هم كيف يسافر؟ طيب كيف كفالة؟ هو خارج، هو عليه قضية وخارج بكفالة. لا هو خارج بده يحضر مؤتمر مدعو، يعني دعوة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية، هو حر يسافر، ما تمنعني يا حبيبي. قضية منظورة، أنت لديك قضية منظورة. يا يوسف يا يوسف يا يوسف، ليس لسلطان في الدنيا له حق أن يمنعني من السفر ما دمت بريئا من أي تهمة جناية أو ما إليه. حتى لو كان السفر راح يكون له عواقب أمنية على دولتي وعلى أجدادي. يا أخي شو يعني لو راح وليد أبو الخير لأمريكا، هذا يشكل خطر على السعودية؟ السعودية علاقاتها يا رجل سمن وعسل مع الولايات المتحدة. أكيد، بس أنا أكون حريص، أنت عارف الولايات المتحدة يوم لك ويوم عليك. على كل حال لا توجد أي قضية مرفوعة ضد وليد أبو الخير لتوضيح المسألة لك ولغيرك. شكرا لك يوسف من السعودية. أكيد هم يفهموا، يا المسؤول اللي يفهم ويقول لي أنك أنت ممنوع ويمنع عني الهواء يباشرني بالقضاء، يقول لي تعال مش على كيفه، لأنه لو فتحنا المسألة هكذا يا سيد يوسف بإمكان السلطان أن يقطع رقبتي ويقول لي أنا أرى بأنه هذا من مصلحة الوطن. لا يا رجل، في قانون تمنعه هو أنه ما يتجاوزش حدوده وتمنعني أنا لا أسيء إلى الوطن، هي المسألة توازن، مش يطغى هذا على هذا أو هذا على هذا، لا السلطان ليس مطلوق اليد كما يريد. طيب خليل من تونس مساء الخير. خليل
يبدو تأخرنا كثيرا عن خليل. أبو نايف من السعودية. مرحبا يا أخ صالح. هلا بيك. تفضل. أبو نايف أيضا غادرنا، على كل حال سنعيد استقبال المزيد من المشاركات بعد الفاصل، إذا من شاء أن يعاود الاتصال من لم يسعفه الحظ. الأخبار نبدأ كالعادة من سوريا. ما زال الدكتاتور السوري، أنا أتعفف عن ذكر الرئيس لأنه انتهت صفة الرئيس الحقيقة بالنسبة لي والكثيرين، هو دكتاتور بامتياز، ما زال يواصل القصف والقتل، والرجل يعني متجبر حتى القمة العربية، يبدو أنه شعر بأنه عضلاته عاودت انتفخت من جديد بعد انتصاراته طبعا بين ظفرين، انتصارات مش في الأراضي المحتلة، لا انتصارات على شعبه في بابا عمرو وغيرها، فقال أنه لا يعترف بأي قرار يصدر عن الجامعة العربية. على كل حال سقوط العشرات من القتلى والجرحى خلال الساعات 24 الماضية، ما زال الانشقاق مستمر في الجيش وليس في الساسة، ما زال الساسة إما خائفين أو خائفين، لم نرى وزيرا واحدا يخرج عن صمته. على كل حال انشقاق 16 ضابطا عن الجيش النظامي، جيش النظام، بينهم 3 برتبة عميد. واشنطن تطالب الدكتاتور السوري بالتنحي رغم قبوله لخطة عنان. الولايات المتحدة إذن تطالب الدكتاتور السوري بشار الأسد بالتنحي رغم قبوله خطة عنان. ما زال المجتمع الدولي بطيئا في الحقيقة في إسعاف هؤلاء الضحايا الذين يعانون الأمرين في سوريا. غزة، سيارات الإسعاف بلا محروقات تتابعونها أمامكم، سيارات الإسعاف هي التي تنقل الجرحى، تنقل المرضى، تنقل الشهداء والموتى وغيرهم بدون بنزين، يعني الجريح لا يستطيع أن يذهب من بيته إلى المستشفى. وقناة مثل قناة، أنا لا أدري يعني لا أريد أن أسيء، ولكن هذه حقيقة مؤلمة يجب أن تذكر، قناة الـ NBC رجع لي ببرنامج أرب آيدول، يعني نجم العرب وهيصة وبيصة، ولا تذكر يعني ما يجري لغزة من أنه حتى شوية محروقات مش موجودة، يعني أولويات وسائل الإعلام. أنا لا ما عنديش مشكلة مع أرب آيدول ولا غير العربي، يعني إذا كان أجواءنا سمن وعسل وأمورنا تمام التمام ومرتاحين أنا أعمل البرنامج هذا وأكثر حتى يسعد الجمهور وأمتع الناس، ولكن وسيلة إعلام يجب أن تكون وسيلة محترمة وتضع أولوياتها وفقا لهموم أمتها، لا أن يكون خبر مثل هذا مغيب وتتحدثي على الأرب آيدول واستقبالات حاشدة للفائز يعني وهو عائد إلى مصر الثورة. لا أدري يعني ليس حبا في النكد كما يقول البعض ربما يخطر على بال البعض، ولكن أولويات الأمة يجب أن تكون محسومة ووسائل الإعلام عندها أهمية، هذا الخبر له أولوية، مش تدفع لي ملايين في حاجات أخرى ونحن نذبح من الوريد إلى الوريد في سوريا وغزة محاصرة وحتى شوية بنزين مش لاقينها لسيارة إسعاف. السعودية عضو مجلس، انظر هذه أيضا شغلات ثانية مضحكة ومبكية أيضا، فيش الناس مهتمة والأمراء فيش مهتمين، ما شمعت الأمير هذا يتحدث على وضع غزة ولا وضع سوريا، لا شوف شو يتحدث. في السعودية عضو مجلس الوزراء الأمير عبد العزيز ابن الملك فهد الراحل يدعو أهل العلم والمشايخ لمنع المرأة السعودية من حمل الشعلة الأولمبية. هذا سيادة الأمير، هذه مشكلته أن المرأة السعودية لا تحمل الشعلة، ليش؟ لأنها الله أعلم، أنا ربما هناك نجاسة في الشعلة، ربما هذا خروج عن الأعراف والتقاليد أو الإسلام، أنا لا أرى مشكلة، المرأة المسلمة كانت شاعرة وكانت مقاتلة وكانت تزغرد للجنود أثناء القتال وكانت تخرج، الآن باسم من لا يفهمون الإسلام وجهة نظري طبعا يقول لك أنه لا تحمل شعلة، ليش الشعلة الأولمبية مالها؟ كفر، شعلة كفر، هذه مناسبة رياضية تشارك فيها المرأة السعودية، شو المشكلة؟ أنا مع المرأة أنها تقود سيارة وتحمل الشعلة وتصل إلى المريخ إن استطاعت، وتعلم الناس بأن المرأة المسلمة منتجة ومتعلمة وتقود الأمة إن استطاعت، يا رجل شو هال، ولذلك نحن متأخرين وسنبقى كذلك. في تونس تقديم شكاوى إثر إطلاق هتافات معادية لليهود خلال إحدى المظاهرات. الحقيقة هذه بعجالة أنا أقول أنه يجب على أخوتنا الإسلاميين المتشددين والمتوازنين وأخوتنا اليساريين وغير اليساريين والعلمانيين، اليهود هم إخواننا في الوطن وعلى الراس والعين، لم يحمي اليهود من المشاكل في أوروبا إلا المنطقة المغاربية والعرب عموما، فاليهود ما لم
وأضع تحتها مليون سطر، ما لم تثبت لهم علاقة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وليس اليهود وحدهم، أي مواطن آخر ما لم تثبت له علاقة مع دولة الاحتلال والغزو هو مواطن على الرأس والعين، له ما لنا وعليه ما علينا. فهذه الشعارات تسيء للإسلام، تسيء للوطن، وتسيء لسماحتنا كعرب وكمسلمين. اليهودي مرحبا به، مواطن صالح على الرأس والعين، نحميه ونساعده، ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كان يتعامل مع اليهود، وكان اليهودي الذي كان يرمي، وأنا ذكرت هذا سابقا، يرمي الزبالة أمام بيته، كان الرسول لا يقول له شيئا، وعندما غاب غابت الزبالة ذهب الرسول لزيارته. فهذا هو الإسلام السمح، مش ترفع لي شعارات ضد اليهود، لا، ارفع شعارات ضد المحتل بالاسم دولة الاحتلال الإسرائيل. يرضيك أنت واحد يرفع شعارات ضدك كمسلم؟ ألا نغضب نحن عندما ترفع شعارات ضدنا، وبالتالي يجب أن نغضب الآخرين؟ هذا هو التوازن. ليست لدينا مشكلة مع المسلم ولا على المسيحي ولا اليهودي، المشكلة ليست مشكلة دينية. إسرائيل دولة محتلة غاصبة يجب أن تزول، هذا لكم الحق في ذلك. حتى المحتل عندما جاء إلى فرنسا المحتل النازي وغيره، ساعدها الأوروبيون لدحر هذا المحتل. فقط للإيضاح، أخيرا القمة العربية في بغداد، سماع دوي، انفجارات قرب المنطقة الخضراء وملف سوريا، كما تقول طبعا آخر التقارير التي وردت، لن يخرج عن مبادرة عنان، يعني في الإطار هذا، لا تتوقع سقف عالي أنه يغادر الأسد وغيره، هذا من سبيل المستحيلات. نعود إلى موضوع الليلة. علي من السعودية، مساء الخير. وعليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخ صالح؟ يا هلا بيك. نشكرك يا أخ صالح، يعني بالنيابة عن شعب الجزيرة العربية كلها. العفو يا سيدي. بصراحة يعني أنا ما ألوم الحكومة ولا ألوم الداخلية في سجن هؤلاء، أنا ألوم أهاليهم. معايا يا أخ صالح؟ نعم 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 سيدي. أنا ألوم أهاليهم وأقربائهم. ليش؟ واللي يعرفونهم، يعني يتحركوا، يقوموا بإعصامات، يقوموا بمظاهرات، يعني تقريبا اللي مساكين يا علي، هناك عائلات ذهبت فقط للسؤال عن أقاربهم أو الاحتجاج بلين ولطف، فضرب بعضهم وبعضهم اعتقل لليالي معدودة، وهذه حدثت أكثر من مرة. يعني الأفضل لهم أنهم ينسجنوا مع أهاليهم، لأن الرقم كبير، أكثر من 30,000. يعني لو طلع من كل أسرة واحد، نعم، حيتجمع 30,000 أمام قصر الملك عبد الله، حيطلعهم ثاني يوم. وهذا العدد برأيك سيشكل عامل ضغط قوي؟ والله العظيم لو 5,000 بس. طيب لماذا لم يخرج هؤلاء الذين تتحدث عنهم؟ هل هم خائفين أم غير مهتمين بأقاربهم برأيك؟ يا أخي أنا أكلمك، أنا دحين وأنا أرتجف من الخوف. على كل حال شو أعمل لك إذن؟ ولا أعرف، أنا اسمي علي الشهري، يمكن ما أكلمك ولا أحد يسمع صوتي بعد الآن. يا سيدي الله يسترك ويحفظك. علي الشهري، شكرا جزيلا لك من السعودية. الله أكبر. أنا لا أدري لماذا، لا أريد أن أكرر دائما، الإسلام هو مظلة للأمن والأمان والاستقرار، كيف يتحول إلى مظلة للخوف؟ حاشا الإسلام، والله الإسلام بريء من هذا أبدا. أبو زيد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. أسعد الله مساءك أخ صالح. هلا بيك. بارك الله فيك وفي أسلوبك الرائع حقيقة، أنا أرتاح لما تكون أنت المقدم ولا قصورا بالآخرين يا أخي. هلا بيك. الله يعافيك. بالنسبة عندنا يا أخي الله يكرمك، الحمار مضطهد دون عادة الإنسان، خلنا من الإنسان يعني. ما في عندنا، عندنا طبقية زراعية، عندنا هل تعرف فلان لكي تحصل على كذا، إن كنت ولد فلان لك كذا، إن كنت، ما عندنا حرية، من اللي يقول عندنا حرية؟ نعم نايف يسجن من يريد. ما في عندنا، من اللي يقول أنه تطبق الشريعة؟ يطبق مسألة القصاص كي يرهب الآخرين بس لاستمرار هذا الحكم بالقوة بهذه بس فقط. أما على الصعيد الحريات الداخلية، أو شوف الأحوال المعيشية عندنا متدهورة جدا، المسألة الحرية وما يا أبو زيد عندنا. يا أبو زيد، يعني هناك مثل شعبي مصري أنا أعرف فقط معناها، يعني يقول لك أنه من دفع هذا الذي يبطش حتى يتحول إلى شخص يبطش
يعني المثل يقول بأنه هناك من ساعده على ذلك. طيب الآن عندما يأتيك مواطن منذ قليل ويقول وليد أبو الخير يحتاج أكثر من هذا أقطع رقبته، يعني هذا المواطن يسهل أن تتجبر الحكومة والسلطة بشكل عام، ولا أقصد هنا الحكومة السعودية، يعني المواطن الذي يرى في هذه السياسات الظالمة بين ظفرين أنها معقولة وواجبة، يعني لا تستغرب ذلك من السلطة. إذن أخي مثل هذه العينات هداهم الله، هذا مغيب الفكر. ألا تسمع بيت الشافعي اللي يقول وبعض الناس دهماء رعاع وفي إيجادهم لله حكمة، بعضهم مثل الذي يحوش بالشبك، مغيب الفكر والتفكير أبدا، حتى لو يرى الباطل من هذا الشخص فلان هذا باطل لا عنده صح. طيب نفس الحركة سواء شخص ثاني لا هذا عنده باطل فقط. هذا الموضوع اللي عندنا يا شيخ. شكرا يعني ما شكرا لك أبو زيد من السعودية، أشكرك. علي من السعودية أيضا. علي عبد العزيز أيضا من السعودية. عبد العزيز ألو، مساء الخير. مساء النور، كيفك يا صالح؟ ولله الحمد، تفضل. يا أخي أنت تتكلم عن موضوع احنا نعيش في دولة بلا قانون ودولة بلا معنى وديكتاتورية مطلقة يعني ما في مجال الحياة يعني. لا يا رجل، تقول دولة بلا قانون، السعودية تطبق الشريعة الإسلامية أخي، كيف دولة بلا قانون؟ لا يوجد شريعة، هذه الشريعة مجرد كلام بس، مجرد على الفقراء والمساكين والمستضعفين في الأرض لا أكثر ولا أقل يعني. ما في أدنى قانون يعني. يعني الشعب السعودي أنا أدعوه للانتحار. يعني هذا أنا أنصحه بالانتحار الجماعي لكي يرتاح لا أكثر ولا أقل يعني. يعني ينسحب أين؟ يبحث عن دولة ثانية؟ لا ينتحر. ينتحر. هم يحكموا بعضهم. الله يستر. أدعوهم للانتحار الجماعي. الله يستر يا عبد العزيز، شكرا لك على كل حال. لا أدري. أحيانا فعلا ربما الظلم يدفع الناس إلى لا قدر الله مثل هذه الأعمال، ولكن إذا كان البوعزيزي شكل هذا الربيع العربي أو شرارة هذا الربيع العربي لا يعني أنه الانتحار هو مقبول وممدوح. لا، يجب على المواطن أن يكون كيس وحريص على أخذ حقه بالحسنى ولكن بالإصرار والثبات، لا تكسر ولا تخرب ولا تفجر لأنه هذا ضد الإسلام، ولكن الإسلام يعطيك الحق أن تقف صامدا وتأخذ حقك بالقوة، بقوة الصمود والصبر وليس بالتدمير أو جرح أو مس أي شخص. أبو البراء مساء الخير. طيب أمين من الجزائر مساء الخير. أبو خطاب بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي في عندنا مثل معروف عندنا يقول له مين فرعنك يا فرعون، قال ما لقيت حد يردني. هذا هو المثل اللي أنا كنت حاب أدور عليه وراح عني. تفضل، أهلا وسهلا بك. الحمد لله رب العالمين. فالشباب الثاني حكام العرب كلهم ما لقوا حد يردهم، عرفت شلون؟ هاي والشباب الثاني والشباب الثالث والأهم طبعا هم يعتبروا نفسهم يعني شعب الله مختار. من أول حكام الدول العربية كلياتهم. طيب لا نريد أن نجلد المواطن أبو خطاب، ولكن هل ترى فعلا أن المواطن أيضا أحيانا يكون ملام في بعض الحالات هذه؟ والله يا أخي الله يقول لا يغير الله ما بقوم من حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب فإحنا واقعنا اليوم لا بد نغير في نفسنا، بعدين الله عز وجل بعث لنا الناس إن شاء الله يحكمون ويكونوا صاحبين عدل وصاحبين خير. عشان والشغلة الثالثة الأهم، أنا بدي أوصل رسالة طبعا. أنا من سوريا. في ثواني لو سمحت. عشان وناشد كل امرأة طيب عندها رجل يخدم في الجيش العربي السوري أو ابن، وناشدها الله بنات اليتامى التي في سوريا اليوم أن تسحب ابنها من هذا الجيش. طيب وأقولها إذا كنت خايفة على ابنك يموت مظلوم ولا يكون ظالم. طيب والموت راح يجي اليوم ولا بعد 50 سنة، لكن والله سنسأل عنه أمام الله عز وجل ليش ما قالت له يوقف قتل الشعب السوري في سوريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أبو خطاب من بريطانيا. وليد من السعودية مساء الخير. وليد. الوليد معك، كيف الصحة أستاذ صالح؟ يا هلا بيك سيدي. زمان ما اتصلت عليكم وأرجو أن تعطيني فرصة. الوقت ضيق، دقيقة واحدة وإن شاء الله يكون عندك وقت، تفضل. الله يحفظك. إذا ما أعطيتني الوقت كما أعطيت أصحاب القوائم الذي أخذتها وتعلم من أين أخذتها
فأنا سأقول لك شكرا وأسكر. لا 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 تفضل، عندك دقيقة ومبحبحها شوية زيادة، تفضل تفضل ابدأ بس شوية. أولا أشكرك على هذا البرنامج وأشكر المتصلين أصحاب القوائم المسبقة، وأشكركم جيدا، وأشكر هيومن رايت على وضعها الذي ترى فيه الأطفال تسحق في فلسطين وفي غزة، وترى الصحق حتى في تونس، وترى الصحق في الدول الأخرى، وترى الصحق، وأشكرك هيومن رايت. الأمر الآخر يا سيد العزيز، يجب أن تعرفه أن السيد بالخير والسيد القحطاني هناك توجيه قضائي لوزارة الداخلية بمنعهم من السفر حتى تنتهي القضايا التي عليهم. تريدني أن أقول لك ما هي هذه القضايا؟ أأتي إليك في لندن وأعرض لك ما عليهم قضايا، واسمح لي إذا قلت لي أن أأتي لندن فأرجو أن تسمح لي أيضا أن أأتي معي بي سي دي بمسؤولينكم في القناة وأنت أولهم، فتسمحون لي أجيبكم المستديو وتعطوني الضوء الأخضر وأنا أتي بالسي دي عن قناتكم وعنك شخصيا وعن صاحبه وتعرضوها على الملأ؟ تأتي والله لأتي. تفضل تفضل، أنا أقول لك من الآن تفضل، أهلا وسهلا بيك، أنتظر منكم موعد، أنا هذا الرقم ورقمي لديكم. ولكن ولكن إذا أنت لديك سلطة بهذا الطريقة تسمح لي أيضا أني أذهب وأصور معك ومع الآخرين المعتقلين والموقوفين، تسمح لي؟ ما أسمح لك، ما أسمح لك. طيب أنا منتظر، أنا منتظر رسالة، إذن منتظر رسالة من الخارجية السعودية. نعم وسأذهب. نعم من الغد. طيب حاضر أبدا من الغد. شكرا لك وليد، أشكرك وليد من السعودية، أنا في الانتظار إذن، شكرا لك. عيسى من ليبيا مساء الخير. للأسف عيسى فقدناك، يعني سنعطيك فرصة في حلقة قادمة، أعذرنا طبعا هذا ما سمح بالوقت، ولكن بعجالة في نهاية هذه الحلقة بعض الرسائل التي وصلتنا. حوراء عز الدين من تكساس أمريكا تقول: أتصور الثورة التونسية من أنجح الثورات التي انتصرت على الدكتاتور المخلوع سيء الصيت والذكر. شكرا لك حوراء. الخليل بوهداش يقول: أرجو أن تدرج حلقة قادمة عن دور الفنان السوري في الثورة السورية، لماذا كل هذا الصمت الرهيب من مجموعة فنانين كانوا ينادون بالحرية من خلال الدراما؟ أليس هذا هو الوقت المناسب لترجمة كل تلك الخطابات على أرض الواقع؟ يا أخي الفنانين يعتاشوا من المهنة، مش هم جارئين وأبو شهاب وأبو مش عارف مين، هؤلاء فنانين ربما بعضهم رعديد لا يقوى حتى على كلمة لا يا رجل، ولكن منهم طبعا أصوات جريئة وقالت لا لهذا القتل ولا لهذا الإجرام، وآثرت أن تقف مع أهلها وناسها، وهم قلة للأسف. طبعا دلال فتحي مهران تتساءل لماذا لا يوضع يعني برنامج الرأي الحر على اليوتيوب بعد بثه. طبعا هناك بعض الحلقات نختارها ونضعها على اليوتيوب، وبعضها الآخر لا، هذا وفق ما يراه معد هذا البرنامج. فوزي الدخلي بير علي بن خليفة يقول: عندما ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة فإن مصدر التشريع سيكون الإسلام، ولا يجب أن تكون النظرة إلى الإسلام نظرة ضيقة مثل النظام السابق والتي كانت علمانية صرفة امتدت إلى أكثر من 50 سنة، فالشعب مسلم من عقبة بن نافع إلى اليوم. رسالة ثانية ربما في ذات الاتجاه من نور من فلسطين تقول: كل التحية لأهلنا في تونس، نحن لا نعلم كيف تكون دولة عربية إسلامية ولا تستمد قوانينها وتشريعاتها من الدين الإسلامي، الدين الإسلامي الحق يحترم كل التيارات وحرية التعبير والرأي طالما لم تمس أخلاق والدين والحياء، لكن نحب أن نقول لكل التيارات الإسلامية: الفترة السابقة ظلمت وظلم الدين الحنيف، والآن جاء الدور لنعطي الدين حقه ونعرف العالم عليه من جديد ونرسم له الصورة الحقيقية، نرجو من أهلنا في تونس كما كانوا أول الثوار يكونوا أول العائدين للدين وأول الناصرين له، ولكن لينتبه الجميع، الدين معاملة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، وجاهدهم بالتي هي أحسن. إذن إذا كنا ناصرين للدين لنجعل الدين حنيفا كما أرسله الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه الإسلام والقرآن. شكرا لنور من فلسطين ولكل من راسلنا وشارك معنا الليلة، الشكر موصول كذلك لمن اكتفى بمتابعتنا، أستودعكم الله.